اهلا بيكم معانا في معلومتنا السريعه النهارده، وهي ليها علاقه باستخدام السيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز في علاج الايه الدبريشن. يقول لك ان السيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز بتزود الايه الكيو تي انترفال زي رسمه الاي سي جي دي، ولما بتزيد الكيو تي انترفال في بعض العيانين ممكن يدخلوا في فنتريكولار اريثميا اسمها ترسا دي بوا اور تويستنج اوف بوينتس بالمنظر اللي احنا ايه شايفينه ده هوت. فدي في غاية الخطورة، ولذا وجب التنويه إلى أن السيروتونين ري أبتيك إنهيبيتور شود نوت بي كومبايند مع أي دواء آخر بيزود الايه الكيو تي انترفال. ها زي مين؟ زي الأنتي سايكوتكس على سبيل المثال وغيرها. فيبقى أنا هنا هوت يوم ما أنا أدي سيروتونين ري أبتيك إنهيبيتور مهم أعرف دراج هيستري، هل بياخد الشخص ده أي أدوية بتزود الكيو تي انترفال زي الأنتي سايكوتكس؟ في الحاله دي ما اعملش ايه الكومباينيشن ده، لان وديت حاجه كمان تزود الكيو تي انترفال مور اند مور، عملت مور تندنسي انه يدخل في الفنتريكولار ايه تاكيكارديا دي اللي شكلها مميز اللي هي ترصادي بوا، ممكن تبقى ايه كارثيه او قاتله احيانا. فمهم قوي 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 يوم ما انا استخدم ادويه في علاج الدبريشن ان انا ابقى واخد بروبر دراج هيستري، عشان لو العيان بياخد حاجه تانية بتزود الكيو تي انترفال مفيش داعي ايه اعمل الكومباينيشن ده، لانه ممكن يبقى في غايه الخطوره. وطبعا بين الاكزامبلز ايه الادويه الاخرى اللي بتزود الكيو تي انترفال بالاضافه للسيروتونين ريابتيك انهيبيتورز؟ الانتي سايكوتيك ايه دراجز. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله.